بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هناك أمثلة للتضحية في المخلوقات من حولنا. الكائنات الحية تضحي بنفسها من أجل سعادة الآخرين، ونحن البشر للأسف لا نقدم شيئا لغيرنا. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. النمل يطبق هذا الحديث أيها الأحبة. للأسف لقد وجد العلماء أن النمل لكي يختصر المسافات وينقذ الآخرين يبني جسورا حية يتحمل الألم نتيجة مرور آلاف عشرات الآلاف من النمل فوق ظهور النملات التي تبني هذا الجسر، وتتماسك بشدة حتى الموت. هناك من يموت يضحون بأنفسهم من أجل سعادة المستعمرة. دعونا نتأمل ماذا يقول العلماء اليوم. يقول الدكتور سكوت بويل: عندما يصادف النمل حفرة لا يستطيع عبورها، فإنه يختار مجموعة من النملات ذوات الحجم المناسب للحفرة. تضحي هذه النملات بنفسها وتتحمل أعباء ومشقة بناء الجسر الحي من أجسادها لتعبر عليه بقية النملات. وتقوم النملات بعد ذلك بعدة تجارب قبل بناء الجسر حتى تجد أفضل النملات المناسبة من حيث حجمها وقوة تحملها وأوزان هذه النملات. وبالتالي فإن هذا البحث الذي أجراه العلماء حديثا أثبتوا أن النمل يضحي بعدد قليل جدا من النملات لبناء الجسر، ولكنه يجني فوائد عظيمة جدا لتأمين المرور اللازم لآلاف النملات. وهذا النظام الاجتماعي تقوم به النملة بكل طواعية وسرور، بل إن كل نملة تسارع لتجرب حجمها إن كان مناسبا لبناء الجسر الحي. طبعا أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لقد شبه المؤمنين بالبنيان المرصوص، أن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. وقال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بالله عليكم، ألا يعني يستحق هذا النمل كل الاحترام والتقدير لما يقوم به من تضحية لسعادة الآخرين؟ ألا نقتدي بهذا النمل في حياتنا اليومية فنقدم شيئا للآخرين من حولنا؟ أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.